نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، هل يرى المؤمنون الموحدون الرسول يوم القيامة ويجتمعون به يوم القيامة؟ تكملة للجواب. نعم. وأما قول السائل أنه يقال أنهم لا صلاة للوالدين إذا لم يأمر أولادهما بالصلاة، نقول نعم، الوالدان إذا لم يأمر أولادهما بالصلاة فإنهما ترك واجبا عظيما حملهم الله إياه ويسألون عنه يوم القيامة، وأما صلاتهم فإنها تقبل مع تحملهم هذا النقص الكبير لعدم تربية أولادهم وإنكارهم للمنكر، فهم أدوا واجبا وهو الصلاة لأنفسهم، وتركوا واجبا وهو أمر أولادهم بها وإلزام أولادهم به. نعم.